سيد صلاح نصر يا فندم. سيد صلاح. مساء الخير يا ريس. مساء الخير يا صلاح. تفضل اقعد. ازيك؟ الحمد لله تمام. وصلت الحاجة؟ والله يا ريس ما اخبيش عليك، الوضع هناك متقلب جدا. عبد السلام عارف من وقت اعتقاله وحبسه وهو بيفكر في ده. ده اللي هو ايه؟ قتل عبد الكريم قاسم يا ريس. سيادتك عارف طبيعة الخلافات بينهم، وطبيعة الطرف الموقف ده مش بتكون مجرد اعتقال او قلب نظام الحكم او حتى انقلاب عسكري. عبد السلام عارف هيضرب قلب نظام قاسم، وفي الاغلب هيخطط لاغتياله. والشيوعيين هيسيبوه؟ هو اكيد عامل حساب الشيوعيين في العراق، والكل انصار ومسؤولين عبد الكريم قاسم. وساعة الصفر لسه ما عندناش معلومات بيها. بس في تقديرك قربت؟ احتمال كبير، وخصوصا انه مش محتاج يستنى. عبد الكريم قاسم بيبات كل ليله في وزاره الدفاع في بغداد، والمعلومات بتقول انه بينام طول النهار وبيصحى طول الليل. عنده تصور ان اي انقلاب عليه هيتم هيكون بالليل. هي الناس دي تفكيرها كده يا ريس. مش بضحك على كده، انا بضحك ان احنا مهما عملنا حساب وفكرنا وخططنا وصاد تفكير لقصادنا، عمرنا مش هنقدر ناخد خطوه قصاد عبد الكريم قاسم بالشكل ده. مش هنفكر بالطريقه دي ولا بالمنهج ده. الحمد لله شكلها كده هتيجي من عند ربنا، بس محتاجه دفع من عندنا، خصوصا بعد ما عبد الكريم قاسم بعت قوات عسكريه اليمن ودخلت في مواجهات معانا. افهم من كده ان سيادتك تقصد اننا نتواصل مع عبد السلام عارف؟ ايوه، اهم حاجه نوصل له ان احنا بنأيده هو شخصيا، واننا مستعدين ندعمه ضد عبد الكريم قاسم. لو نجح يبقى احنا كده كسبنا حليف قوي هيضعف موقف اعدائنا في اليمن، ولو فشل يبقى كده كده احنا ما خسرناش حاجه. مفهوم سيادة.